اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة الآن 7:30 مساء من يوم الأربعاء، الآن في مكة المكرمة أو قناة الجزيرة. الآن الساعة 6:30 صباحا من يوم الخميس، وأريد أن أسجل بعض التسجيلات. أنا الدكتور محمد حسن سعيد، أو ما يلقب أبو ياسر البوريني، و this is for talking about Jerusalem. هذا الكلام بحكي للمسؤول عندي في الكمبيوتر حتى يوضع يعني تايتل، إيش يوضع عنوان لهذه التسجيل، وإن شاء الله حاول أقتصر ب 10 دقائق أو 15 دقيقة. الوقت الحقيقة برد اليوم عندنا، ولأول مرة في السنة هاي أو بالأحرى في الشتاء هذا جاءت عاصفة ثلجية ورياح كبيرة أو عارمة. المهم وثلوج، يعني ثلج مع برد مع رياح، ولكن حتمر بسرعة. المهم بتحدث عن القدس لأنه كثير ما تحدث عن القدس الأيام هاي، حتى إسرائيل بتحاول أنه تحجر الناس من القدس، وأريد أن أتحدث عن القدس لأنه القدس هي بلد عزيزة جدا علي، وبلدي قرية بورين اللي هي قضاء نابلس بعيدة عن القدس حوالي تقريبا 50 أو 60 كيلومتر، يعني ساعة. نحن في شمال القدس، ودائما كنت أروح على القدس لأني بحبها كثير، يصلي في المسجد الأقصى، وكنا شباب كنا دائما نروح مشان نتعرف على السياح اللي بيجوا من الغرب وخاصة من أمريكا، ونحاول نقوي لغتنا الإنجليزية معاهم وإلى آخره. فالقدس بصراحة يعني هو عبارة عن خط أحمر، وأول مرة أنا كتبت عن القدس في الجرائد الأردنية عندما كانت الجرائد الأردنية حرة، لأنه لا أعتبرها جرائد حرة الآن أبدا، وعندي تجارب كثير معها. آخر مرة عملت مقال كنت من حوالي 4 أشهر مع صديق عزيز في إحدى، كتبت عن أمريكا وكتبت عن فلسطين، وجاء اعتذر لك اللي رفضوا ينشروها. فلا أعول، وكثير من الصحفيين في الأردن بصراحة، يعني واحد صحفي نفسه قال لي وجاءوا على هاي البلاد جبته أنا على أمريكا، قال لي كلهم بالمخابرات أو أكثرهم بالمخابرات ولازم يروحوا يبلغوا مش عارف إيش، شيء مؤسف جدا يعني. ولا إن شاء الله الربيع العربي حيوصل للأردن، وانتوا يا جماعة يا صحفيين وإعلاميين حتيجي عندكم إن شاء الله الربيع العربي تكونوا أحرار. وذكرت أنا بهذا الموضوع وأحب أعرفكم هنا، على أساس عندما نزلت في الانتخابات عام في أكتوبر 10/1997 عن الدائرة الثالثة في عمان، طالبت بملكية دستورية برلمانية، ممكن تقرأوها كلها أنا مع السيرة الذاتية موجودة في موقعي بالإنترنت اللي هو ادخلوا فيه drsaeed.net وافتحوا على الدوكومنتري وإلى آخر. المهم على القدس بحكي أنا، من الشيء اللي حصل معاي أنه في 6/6/1967 عارفين أنه سقطت القدس، وسبحان الله في اليوم اللي سقطت فيه القدس الصبح بعد الظهر كان عندي آخر امتحان للحصول على شهادة الطب اللي كان أمل الكبير في جامعة غرناطة. وأذكر عندما رحت أقدم آخر موضوع كان في الديرماتولوجي، يعني في الأمراض الجلدية،
والبروفيسور كان اسمه فيليبي دي دولانتي. هو أطرش بسمعش يعني، بدأ ما يسمعش متأخر في حياته، ولا بالأول كان يحكي ويسمع. والشيء الغريب عنه هذا البروفيسور إنه امتحاناته دائما شفهية، لأنه عن طريق الفم وتحرك الشفتين بيعرف إيش شو بدك تقول. فرحت أنا وكنت يومها لابس نظارة سوداء لأنه سقط القدس الصبح وآخر امتحان مشان أتخرج وأصبح دكتور. وفعلا لاحظ وقال لي أنا عارف شو حصل معاكم، كيف سقطت القدس وكذا إلى آخره. يعني كان رجل لطيف يعني، وسألني فعلا أسئلة وجاوبت عليها، وحتى في سؤال ما قدرتش جاوب عليه فالمساعد البروفيسور حكى لي قال لي عنه طبعا لك بسمعش. والحمد لله على كل حال حصلت على نتيجة ممتازة وتخرجت. ومن ذلك التاريخ 1967 كانت السنة هاي، كانت بالنسبة لي 67 كانت شيء يعني حياتي كلها تدور حول هذا الموضوع. 67 اللي هو عبارة عن القدس وكمان تخرجي كطبيب. وبدي أحكي لكم على معجزة صارت معي وليست في الحقيقة صدفة. أنا الحمد لله حعمل موضوع بخاصة على المعجزات اللي بتمر في حياتي، بكون أبحث عن موضوع بلاقي على طول كتاب بلاقي كل شيء. سبحان الله كل شيء ميسر على الإطلاق على الإطلاق، يعني شيء غريب. فالمرة هاي 2000 اللهم صل على سيدنا محمد، كان 2007 كان عندي وجع شديد في الظهر فبعثوني على المستشفى، وكان عملوا لي عملية في الديسك بسموها هرنية الديسك اللي هو بين L4 و L5 بين الرابع والخامس من الأسفل، لأنه كان ضاغط على الشريان، مش الشريان، على العصب بسموه سياتيكا. وسبحان الله عملت نفس العملية في عام 2000 يعني قبل حوالي تقريبا 7 سنوات، ونفس البروفيسور ونفس الشخص اللي عمل العملية في نفس الموقع في نفس المكان عمل لي كمان عملية في نفس الأرض، لأنه انحلت العملية بعد ما صار معي حادث سيارة. واستغربت في أول عام 2000 جلست يوم واحد بس، ثاني يوم طلعت من المستشفى ممتاز. المرة هاي 6 أيام، فأنا استغربت يعني عندما طلعوني المستشفى كانت ابنة العزيزة نور فلسطين كانت موجودة عندي، جاءت هي وإمها من سياتل مشان يشوفوني يعني. فاستغربت بقول لها طيب إحنا 6 أيام صار لي هون كيف صارت؟ قالت لي خلينا أحكي لك، وهي طبعا طلعتني من المستشفى على البيت بتاعي بعيد حوالي ساعة بالسيارة، صارت تحدثني. قالت لي بعد ما طلعت من غرفة العمليات وصرت أتكلم بعدة لغات، ففكروك إنك تشرب ولا كذا أو إشي. قالت لهم بنتي ما بيشرب أبدا ولا بأخذ مخدرات ولا بأخذ حبوب ولا إشي من النوع. المهم بدأوا يعطوني أدوية بالوريد كمية هائلة جدا في دواء اسمه هالدول والهليبيريدول. أنا بس أعطيه لواحد بعطيه له نص ملغرام تقريبا إلى 1 ملغرام، أعطوني وجدت معطيني 43 ملغرام بالوريد كمان، ولذلك فقدت وعي تماما لعدة أيام ما بصحى على حالي. وش منه بنتي قالت لي إنه كل ما بتعمل إنك من حين لآخر بدون ما تفتح عينيك بتقول يا رب 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 بس فقط، وبرجع مرة ثانية في غيبوبة تماما. فأجت إمها، يظهر إنها كان شايفة من أحد أقاربها مات وكان بنازع بالشكل اللي أنا فيه، فقالت في عندك قرآن كريم؟ قالت لها بنتي لا ما عندي. قالت لها أنا حفظت صورة من حوالي شهر زمان بدي أبدأ أقرأها، لأنه لازم تكون على روحي يعني. فبدأت تقرأ وهي تبارك، اللي هي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الغفور الرحيم، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور،
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Bless God in whose hand is the universe who created death and life so that you be tested, إلى آخره. فحكت لي قالت لي بعد حوالي ما قرأت أول أكم هذا ما بتقول لي فتحت أنت لأول مرة وصرت نفسك راح تماما وبدأت تسأل أسئلة مش داري عن حالك. هذا الحكي بعد من يومين من الغيبوبة التامة أو 3 أيام. بعدين نقلوني على غرفة أخرى وثاني يوم وقعدت حوالي 2 3 أيام وطلعت. فاستغربت أنا أول ما وصلت البيت بتاعي فتحت على القرآن الكريم على اللي هو تبارك الذي بيده الملك. أول معجزة إنه رقمها 67 67. وبعدين اطلعت قرأتها كلها بيقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله كل في القرآن الكريم دائما الحياة قبل الموت أبدا بذكر دائما الحياة قبل الموت إلا في هذه السورة بيقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. يعني معناه كأنه أنت ميت وأنا بدي أجيبك للحياة مشان تتستيو يعني مشان أمتحنك يعني. بس مش المعجزة هلا هنا لسه جاي كمان. فأول ما وصلت كمان البيت وبعد مدة كنت بقرأ في القرآن الكريم في إحدى المصاحف واللي بذكر فيها كم كل آية كل كلمة بالقرآن الكريم قديش عددها في القرآن الكريم. فوجدت أكثر كلمة موجودة في القرآن الكريم معددة يعني هو الله. بعدها إيش بيجي؟ الرب. فقرأت وجدت الرب 967 مرة. فأنا تلفنت لبنتي كانت أيامها في شيكاغو وقلت لها يا بنتي أنت يومين أنا كنت في غيبوبة في كوما وشو كنت أردد؟ قالت لي كنت بس تلفظ بكلمة وتروح في غيبوبة. إيش كنت تقول؟ قالت لي كنت تقول رب 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 سبحان الله. فتصوروا يعني 1967 967 وإلى آخره. يعني هذا جزء من المعجزات اللي جاءت في حياتي. وإن شاء الله أخصص حلقة هنا أحكي لكم عن معجزات أنا اكتشفتها بنفسي من القرآن الكريم اللي هي تتعلق بالنحل بالنمل إلى آخره. والشيء كمان بديش أخرج على الموضوع عن القدس. كنت أحكي لكم قديش اليهود سواء يمينيين ولا يساريين شبه النوع القدس بالنسبة لهم لازم هي كينا بلدهم. وأنا لا أذكر لا زال أذكر أنه رحلة أنور السادات المشؤومة والملك حسين كمان عندما طار فوق القدس جاي يومها اللي هو رئيس وزراء إسرائيل جاي بكله قال نرحب بك يوم طار الطائرة من فوق القدس فوق القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل. بصراحة يعني شيء مؤسف. يعني أنا بعتقد بصراحة الملك حسين وأنور السادات والحسن الثاني في المغرب اللي هو أول ما بدأ يعمل علاقات ويستضيف الإسرائيليين وإلى آخره أنا بعتبرهم الثالوث هؤلاء الثالوث الصهيوني اللي كانوا موجودين من زمان. وهذا شيء واضح يعني ما بهمني يقول لك إنه والله بتحكي بدي أحكي هذا الصحيح هذا اللي بحكي. فعلى كل حال فأذكر إنه عملنا قرار مرة عن طريق الحزب الديمقراطي أنا قدمته على أساس إنه حقوق الشعب الفلسطيني وشيء إنه تكون هناك دولة إسرائيلية بجنب فلسطين أيدوني فيها. وكان أول مرة في تاريخ الحزب الديمقراطي في ولاية واشنطن حتى في كل الولايات إنه صادقوا على هذا القرار اللي هو كان في شهر 6 1990. ولكن اكتشفت إنه كل أملهم كل شيء من النوع إنه يعملوا أشياء في داخل الأرض يعني يعملوا استوطان وإلى منه بعدين يضربوا شلوط للعرب ولا للفلسطيني. وهذا اللي حصل
لأنه بعد ما إنه عملنا في بعد حوالي سنة أخرى كان في قرار آخر عن القدس، واستغربت إنه اليهود اللي بسموهم يساريين وكذا اللي هم أيدوني في ذلك القرار عارضوا في هذا القرار إنه بس قلت القدس تكون مفتوحة لجميع الأديان ومعارض ضمها لإسرائيل، صوتوا ضد هذا القرار وهم أعرفهم يعني بمعنى ما بهمهم الصهيوني صهيوني سواء كان يهودي يساري ولا يمين ولا كذا، ما في أمل. وبعدين في أول رسالة أنا كتبتها إلى المجلس الوطني الفلسطيني كان معقود بالجزائر 1987 على الصفحات الأردنية، وأنا ما قلت كانوا يكتبوا أيامها يعني كويس، كانوا أيامها الانتخابات الحرة اللي صارت في الأردن إلى آخره، كتبت على الصفحة بنبههم خلوا إذا بدكم تعملوا مفاوضات خلوا القدس بالأول ما تخلوها للآخر، لأنه إذا نجحت المفاوضات بشان القدس خلاص كل شيء بنجح، وأنا عارف إنه لن تنجح على الإطلاق لأنه هؤلاء ما عندهم إلا إيش إلا كلها على أساس إنه عبارة عن مماطلات منه. ولذلك أنا من الجماعة اللي ينادوا في حل السلطة الفلسطينية، ما في شيء آخر على الإطلاق، إنه والله يعطونا ما حيعطونا، حيعطوا الفلسطينيين. ليش؟ ما دام إنهم بسيطروا على الأرض، بسيطروا على الموارد الطبيعية والماء، بسيطروا على الحبوب على الحدود، خلاص. وبعدين الفلسطينيين مع الفقر ومع التشريد وشو النوع حيبدأوا يرحلوهم شيئا فشيئا حتى يفضوا الضفة الغربية وغزة، ولكن ضاعت عليهم الفرصة. كانوا ممكن يعملوا هذا الشيء عام 1967، ما عملوهاش من الله سبحانه وتعالى إنه أفسد خططهم، ولكن لن. وأنا عندما اجتمعت مع أبو عمار ياسر عرفات 2002 كنت في رام الله يومين اجتمع معه هناك عندما قبل ما حصروه، كان في شهر 6 2002، أنا عرضت عليه فكرة، قلت له أنا بعرف عن طريق استطلاعاتي وعن طريق الناس اللي اجتمعت فيهم من الدكاترة من نوع إنه اليهود on purpose يعني مقصود إنه يغرقوا المدارس الفلسطينية في داخل القدس بالمخدرات، يعني هم بيحاربوا المخدرات في تل أبيب في مناطق قرى في حيفا، بس بالقدس لا، هم بيشجعوها تماما ومعروف هذا. فأنا هذا طبعا هي بتحتاج إلى شيء آخر إني أتحدث عنه، لأنه فعلا القدس يعني هي خط بالنسبة لنا للمسلمين خط أحمر، و ستأحدث عن الأشياء اللي بيقولها داود والملك داود والملك سليمان. بالنسبة لنا أصلا إحنا أحقنا إحنا بسليمان وداود، هم إيش بيقولوا في الإصحاح تاعهم؟ قال داود بعث رئيس الجيش تاعه مشان يقتل مشان يتجوز مرته، وسليمان كان عنده 700 زوجي، يعني هم بيسبوا عليهم. إحنا المسلمين شو؟ اقرأ عاد بالقرآن الكريم عن سليمان وعن داود قديش المسلمين بيقدروهم وشو من النوع إلى آخره، وهم بيقولوهم على أساس ملك كأنه هو جاي نسوان كله بتاعة الأشياء من النوع. وقبل ما أنهي هذا الموضوع أحب أن أقول شغلي مهمة جدا، افتحوا على الجينيسيس اللي هو شو اسمه الجينيسيس الخلق وإلى آخره، يعني تصور العنصري موجود هناك، فتصوروا باللغة العربية هنا، خليني أقرأ لكم شوي هنا، بيقولوا هذا في التكوين، قال وكان بنو نوح الذي المهم بيقولوا وابتدأ نوح كفلاح وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو الكنعانيين أبو كنعان عورة أبيه، وأخبر أخويه خارجا اللي هو سام ويافث، وجاءوا برداء ووضعاه على أكتافهما ومشي إلى الوراء وستر عورة أبيهما
ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره، استغفر الله العظيم، علم ما فعل ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب، مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا له، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا له. يعني صور بلعن اللي هو كنعان، اللي هو بلعن حام اللي هو ابو كنعان، وبلعن اولاده اولاد اولاده، وكانوا عبيد لمين؟ لسام اللي هو ابو اليهود، وعبيد لاولاد اولاده. يعني بمعنى انه الفلسطينيين حيكونوا عبيد لليهود. هاي الموجود عندهم هنا في هذا. ومع الاسف المسيحيين العرب ما بيحاولوا يفندوا هاي الاشياء. ليش؟ خلص يجوا هنا على امريكا هذول الجماعه اللي بسموهم دي زيونست، يعني الصهاينه المسيحيين. صحيح انه كبارهم من الجماعه الجماعه اللي بيعرفوا الامور هاي وبيكرهوا الاسلام، لكن الجماعه العاديين من هذول بسموها ايفانجيليكالز، هذول سيئين، هذول بيعرفوش شيء. هذول يجوا المسيحيين العرب كلهم: تعالوا احنا الاصل، احنا المسيحيين الاصل، احنا بنعرف. لهي هذا الكلام كله مش مزبوط، هذا انه لازم الفلسطينيين يكونوا عبد العبيد وشي من النوع. اقراوا كل شيء. وانا عرضت الفكره على ابو عمار، قلت له ابعث المسيحيين هذول يتحركوا، ابعث اللي هو رئيس من جماعتكم، من رمز الخوري ونبيل ابو رديني وكلهم هذول المسيحيين هذول اللي عاملين حالهم انهم هو اصل العرب وشي من النوع واصل الفلسطينيين، تعالوا هنا يعملوا شيء، يعملوا شغلي هنا على الساحة. لأنه أنا إذا بدي أتكلم عن هاي الأمور كمسلم ما بردوا علي، ما بيهتموش، لكن واحد يجي مسيحي بيعملوا كذا كذا إلى آخره. على كل حال بديش أكمل، وإن شاء الله أتكلم في موضوع آخر الآن فيما بعد. أوكي، وين راحت؟